السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديري البنات، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوال جيدة. إن شاء الله اليوم غنتقاسم معكم هاد لي بيني كيجيو زوينين وكيطيبوا في يعني في دقة واحدة، ما كياخدوش بزاف ديال الوقت. وقبل ما نبدا الفيديو كنبغي نرحب بالبنات كاملين، كنرحب بكم في قناتي، قناة يوميات جميلة ببروكسل. والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناة، كنتمنى انكم تضغطوا على الزر الاحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس، هذا الى علبتكم القناة طبعا، باش هكا تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. وغادي دابا ندوزو باش نشوفوا المقادير. عندي هنا 400 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي الحليب دافي، عندي تقريبا 120 غرام ديال الزبدة دايبة، والملحة، خميرة ديال الخبز، ومعلقة ديال السكر سنيدة، خمارة ديال الحلوى، ساشي، وساشي ديال الفاني. هادو هما المقادير. والحليب راه كيكون حسب الدقيق، يعني ما نقدرش نقول لكم هكا يعني الكمية ديال الحليب، لأن من دقيق للآخر كيختلف، كاين اللي كيشرب كاين اللي لا. كما لاحظتوا خديت الحليب وزدت عليه الخميره ديال الخبز ومعلقه ديال السكر سنيده، غادي ندمجهم هكا مع بعضهم. الدقيق راه فيه انواع، كاين الدقيق يعني اللي كيشرب كما قلت لكم، وكاين اللي لا، لهذا يعني ديما الكميه ديال السوائل راه كتختلف من طحين لاخر. نقدر انا مثلا نعجن العجينه وتكون مثلا جاريه، وعند وحده اخرى بنفس الكميه ديال الماء تقدر تكون قاصحه، يعني هذا كيكون على حسب الطحين اللي راسك يعني كتستعملوا كل وحده فينا. لهذا دائما استعملوا الطحين اللي راكم كتكونوا عارفينه، يعني كتكونوا عارفين واش كيشرب او لا. وزدت عليه الزبده، هذا الطحين اللي استعملت لهاد لي بينيه، هذاك اللي كيتباع في الدي، اكيد راه كلشي عارفو هنايا في اوروبا باللي راه زوين، ويعني كيصلح هكا المسمان واللي بينيه بحال هكا الرغايف، كلشي كيصلح، حتى الحلويات كيجي زوين. وبديت هكا كنخلط في المكونات بالحليب هكا مع بعضهم غير بشويه بالتدريج. والزبده اللي استعملت انا هنا راه ديال الحلويات، يعني اللي كنصايبو هكا في الحلوه كيجي عنده واحد المذاق زوين في النكهه هكا في هاد لي بيني، كيجيو زوينين البنات. كنتمنى انكم تجربوهم هكا في الكودي او لا في الصباح او لا للضيوف، هكا كيكون مزيان. وهنا العجينه راها خمرات كما لاحظتوا، عجنتها ادلكتها مزيان، وغادا ندوز دابا باش نقطعها من بعد ما خمرات. لاحظوا معايا كتكون طريه مع فيها الزبده، راه ما كتكونش تلصق في اليدين. وغادا ندوز هكا باش نقطعها، يعني واحد بحال الكويرات صغيورين، يكونوا قطع صغيره هكا بنفس الحجم، وغادا نشكلهم يعني على شكل كويرات. واسهل من هاد لي بينيه، ما كاينش احسن من يعني بيني الكلاسيكيين اللي كنعرفهم كاملين. هالطريقه يعني في وقت قصير بزاف، انكم تحضروا مثلا تاخذوا المقله وكديروا فيها نص ديال هاد الكميه ديال هاد لي بيني، كما لاحظتوا كيطيبوا بسرعه ما كياخذوش بزاف ديال الوقت. هنا خديت المقله وخديت هاد العواد هكا اللي كنستعملوا اللي كنشويو فيهم، اللي كنستعملوهم هكا للشوا. غدا على حسب المقله اللي عندي غادا نقطع الا كانت شي حاجه هكا زايده، وغادا نشكلهم كويرات كما لاحظتوا. من بعد ما كان هكا كنكورهم هكا كنديرهم في هاد العود بحال كندير بروشيت. يعني طريقه سهله، وكنرش هكا شي لاطا حدايا بالدقيق، وكنخلي واحد شويه ديال الفراغ يعني بينات هاد الكرات ديال العجين، يعني غير شويه ماشي بزاف، يعني درت ربعه في كل
يعني كل هكا كل قضيب درت فيه 4 ديال الكرات اللي غادي نبقاو تما وغادي نخمروا المرة الثانية. ما تخافوش البنات، راه ما غاديش ملي غادي نشوفهم بحال هذا الشكل غتقولوا غادي يجيو بحال العجينة، العكس كيجي بحال كتاكلوا في الشفنج، كيجيو زوينين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم، حيت كل ما كانوش زوينين اكيد ما غاديش نتقاسم معهم، يعني ما نحطهمش هكا في القناة ديالي ونتقاسمهم معكم. دائما كنقول لكم كندير الحاجة مني كنجربها في الدار وكنشوفها انها زوينة وغادي تعجب البنات، هي فاش كنحطها في القناة ديالي. اما لكنت هكا غير كنحطها باش نعمر يعني القناة، لا اكيد غادي يجربوا لنا شحال من حاجة وما غاديش تعجبهم وغادي يخرجوا من عندك من القناة، لان كتكون ما عندهاش مصداقية. لهذا انا كنبعد كل من حاجة اللي ما انا ما كنكونش عارفة ليها او ما فاهماش فيها، ما كنديرهاش. ومتأكدة غادي يعجبوا وليداتكم هاد لي بيني هادو، يمكن لكم تزينهم هكا بشوكولا او لا يعني بأي حاجة انتم كتحبوها. التزيين كيبقى اختياري على حسب الذوق ديال الوليدات. وغادي ندوز دابا باش نخليهم هكا بعد ما درت لهم شوية ديال الطحين، نخلي واحد شوية ديال السباس هكا غير شوية فين هكا يخمروا شي شوية، تقريبا خليتهم واحد ربع ساعة او 15 دقيقة. غادي نغطيهم ونخليهم، ومن بعد غادي ندير الزيت في المقلاة ونوجد داكشي اللي غادي نحتاج هكا القلي. هاد الكمية البنات انا يعني قليتها بجوج ديال المرات يعني بسرعة كما قلت لكم، حاولت نقسم يعني هاد البروش هاد القسمين، يعني ما خدتش ليا بزاف ديال الوقت. هنا كنقلب فيهم طريقة زوينة وسهلة، ولي بيني ديولي راهم وجدوا كما لاحظتوا، كيجيو منفوخين وخفافين. كنضغط عليهم باش تشوفوا، يعني كما كنضغط عليهم هكا العجين كيرجع، هذا كيدل بلي العجينه راها خفيفه. لاحظتوا كيفاش كيجيو زوينين ورائعين، وحتى في التقديم ديالهم هكا كيجيو راقيين، شي حاجه زوينه وجديده، كنحسوا بتغيير. كما قلت لكم المذاق ديالهم راه كيجي بحال اللي كتاكلو في الشفنج، يعني بالنسبه للسيدات اللي هكا كيعكزوا انهم يصيبوا الشفنج، راه ما كاينش ما احسن من الطريقه هذه، لان فعلا بحال اللي كتاكلو فيه. وزينتم بالقليل هكا من السكر الثقيل او السكر بودره. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، واذا عجبكم البنات اكيد اكيد ما تبخلوش عليا بلي لايك وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. ودابا غادي ندوز باش نقدمهم ليكم كما لاحظتوا، كما مبغيتش نبقى نزينها لان كان الليل والوليدات كانوا نعسو، وحضرتهم ليهم هكا. هادو وجدتهم تقريبا هاد يومين، واليوم عاد كتب باش ننزل ليكم هكا في القناة. راني فتحت معاكم وحدة باش تشوفوها كيف جات من الداخل، يعني كتجي مفتحة وداك الشيء كيجي المهم ما كيجيش معجن. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم.